اقتصاديا، كشف الرئيس تبون تحول الجزائر لأكبر بلد إفريقي منتج للمياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر باستهداف متوسط 1.4 مليار متر مكعب يوميا مع استكمال إنتاج المحطات الجديدة. ولدى تطرقه لرفع التجميد عن عدد من المشاريع، كشف الرئيس الجزائري عن خطة وصفها بالطموحة والأضخم في تاريخ البلاد في مجال السكك الحديدية يجري التحضير لها، ستنفذ بالشراكة الصينية. وصلنا احنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي. لما ننتهي المحطات نوصل إلى 1.4 مليار متر مكعب يوميا. السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح.